بحكم أنني تربيت في أسرة سياسية، ومن الصغر وأنا كنشوف الأب ديالي كيسمع المشاكل ديال الناس وكيلقى لهم الحلول، اللي خلاني نلقى راسي كنسمع لهم وكنلقى لهم حتى أنا الحلول اللي تناسبهم. خديت هذا المشعل من الأب ديالي وأنا في عمري 38 سنة كرئيس جماعة سيدي علال التازي. حاتم بن رقية مرشح عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة القنيطرة. من خلال هذا المنصب قدرنا نديرو حصيلة مشرفة بزاف ديال المجالات، من بينها بناء الطرق اللي كانت في الأول غير البيست، زويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وكذلك حتى واد الحار اللي كان كيشكل مشكل كبير بزاف ديال الأحياء. قدرنا نربطو هاد الأحياء بالواد الحار ديرو حد لهذا المشكل، وحتى من ملاعب القرب اللي كانت تتفتقر لها المدينة اللي خلات الدراري يلقاو التيرانات فين يلعبوا. وكاين بزاف ديال الانجازات لا في الصحة ولا في التعليم، وهاد الحصيلة اللي دارت عطاتني واحد الإشعاع كبير في المنطقة اللي خلات الناس يثيقوا فيها. هاد التجربة عطاتني خبرة في التسيير اللي غادي تساعدني باش نحل المشاكل ديال المدينة بما فيها النقل الحضاري، التعليم، الصحة، الشغل والرياضة، وحتى المشاكل ديال الجماعات اللي خارج المدينة. هذه 12 سنة الناس ديال القنيطرة عانوا ومازال كيعانيوا من سوء التدبير ديال المدينة. الناس بغات التغيير، وهذا التغيير ما يمكن يكون إلا بتنزيل برنامج تجمع الوطني للأحرار اللي غادي يحل مشاكل الساكنة، حيث مدينة القنيطرة تتستاهل أحسن.